حبيبي حسين، بليز دون جو ناو، ليف هيم فور ا وايل. ما تروحلوش دلوقتي يا شوشي، احنا لازم نلحقه. صلاح اتغير، ده متخانق مع فؤاد. طب ايه رأيك سيب عامر هو يتصرف؟ اشمعنى عامر يعني؟ ما اتصرفش انا ليه يعني؟ عامر هي هاز هيز اون كاركتر، يقدر يقنعه، فاهمني؟ هي كان دوت. هي كان دوت؟ هو انا مش دوت؟ شوشي، انت شكلك كده مش عارفه جوزك كويس. ده انا اذكى واحد في اخواتي، وعلى التأثير ده احنا بنقصر في الحيطان بالمسلح اللي فيها. هي يا شوشي، يا حسين احبك انا. انا احبك، ده انا بموت فيك، انا بموت فيك. بقول لك ايه يا مدير بقى، النهارده اعمل لي اجازه انت بقى. يلا باي باي. يا اختي حلوه. كده صالح، كده انت كسرت حيطه محدش قدر يلمسها 20 سنة. في يا عم فؤاد، انت برضه تزعل من صالح وانت مش عارفه؟ ما انت عارف انه عامل زي الفريزر، بيقفش بسرعه ويفك بسرعه يعني. صالح عمره ما عمل معايا كده. يا عم فؤاد، يا عم فؤاد، ده حبيبك ومش ممكن يزعلك. يا ابني صالح مش صغير، صالح ما يقولش كلام زي ده يزعل ابدا. يعني ايه تقصد يا عم فؤاد؟ معرفش، بس الموضوع متغير، الموضوع متغير. ولا يهمك، ولا يهمك يا عم فؤاد، احنا هنقلب الدنيا على صالح ونجيبه لك لحد هنا. صالح مش هنا، صالح زمانه في مصر دلوقتي. ايه؟ مصر؟ ايوه يا صالح، يا صالح انت فين؟ انا قلقان عليك قوي. انت في مصر؟ طب انا لازم اشوفك، انا جايه لك كده برضو. المده دي كلها تقفل تليفونك وتقلقني عليك؟ انت ما تعرفيش حاجه، العربيه اتقلبت بيا، كنت هروح فيها. يا لهوي، اخص عليك يا صالح، اخص عليك بقى. كل ده يحصل لك وما تبلغنيش؟ طب كنت تقول لي وانا نط في اول طياره جيلك. ما انا ما رضيتش اقلقك، الحمد لله جت سليمه زي القطط بسبع ارواح. الحمد لله، ربنا يحفظك يا دوي. طب والمصحف كان قلبي حاسس؟ انا كنت بالليل انام احلام كده مش ولا بد، اقوم قلقان عليك اكلمك الاقيك قافل التليفون. كنت بتحلمي بايه بالظبط؟ والنبي يا صالح انت فايق ورايق، ما تخليش دماغك يروح لبعيد. طب والنبي قولي لي كنت بتحلمي بايه؟ عليك بقى يا دولي، مش كده، انا بتكسف. وانا ما يرضنيش انك تتكسف. تشربي ايه؟ شاي ولا قهوه ولا عصير؟ عصير. مين؟ انت مستني حد؟ لا. مين؟ مين؟ استنى، مين؟ ازيك يا هاني؟ صالح، صالح بنروح عشان ده هو. وحشتني قوي يا صالح، مالك؟ ألف سلامة عليك، ألف سلامة عليك يا حبيبي. أنا كنت عارفة يا أخويا إنك هتجيلي. الله يسلمك، ربنا يخليك يا صالح، تسلم. خش خش، تعال تعال يا حبيبي، خش خش. ألف حمد لله على سلامتك. ايه يا صالح، مالك في ايه؟ بتعرف كده ليه؟ لا مفيش حاجه، هبقول لك بعدين. طب خش يا حبيبي، خش خش، نورتني وشرفتني. وحشتني قوي يا صالح، وحشتني قوي قوي قوي. انت كمان منورنا مهندس صالح. الله يكرم اصلا. والله العظيم دخلتك عليا دي بالدنيا وما فيها. انا حاسه يا صالح كان ابويا الله يرحمه هو اللي جالي. تخيل، سلمان كان متاكد ان انت هتجيلي. ما تاخذنيش يا هند، جدك وقت متأخر، مواعيد سواقين بقى. هو يعرف احنا سواقين؟ ايوه طبعا، سلمان عارف كل حاجة. انت مش اخويا بس، انت اخويا وابويا وصاحبي، كل حاجة ليا في الدنيا بعد ابويا وامي الله يرحمه. كتر خيرك يا صالح ان انت جيتني. انا هقوم اعمل لك الاكل انت بتحبه. ملوش لزوم. هو ايه اللي ملوش لزوم؟ انت هتدوق طبيخ هند؟ قال يعني البنت بتعرف تطبخ. طب هتدوق وتحكم، هتدوق وتحكم يا صالح.
مبسوطة هند. ربنا يبسطها. ما تاخذنيش يا دكتور سليمان، صحتك من النوم. أنا عارف المواعيد الخواجات يعني على المنبه. لا خالص، أنا كل يوم بصحى بدري أصلي الفجر. تصلي إيه؟ الفجر. آه كل يوم؟ الحمد لله كل يوم في فجر. آه الله متقبل. منا ومنكم إن شاء الله. يلا يلا يا صالح، قوم قوم بقى، سخنت لك شوية ملوخية ورز، هتاكل صوابعك وراه. بالراحة. ماشي ماشي حبيبي، هضعك لك أنا ظهرك اللي بيوجعك ده. يلا يلا. ألف هنا وشفا. الرز بجد؟ أيوة، أمال إيه بجد؟ بس على فكرة أكل ده تقيل على معدتك قبل النوم. لا ما أختي أفضل مصلحتي. هي فهماني يعني. لا لا، هو مش قصده خالص. سلمان هو صالح بيحب يتعشى كده قبل ما ينام. طب اوكي، اسيبكم مع بعض شويه. ماشي حبيبي، تصبح على خير. وانت بنار. يلا يلا، الف هنا وشفا. هو بص في الاكل ولا ايه؟ لا لا خالص يا صالح، بس هو يعني مش عارف عوايدنا وكده يعني. ده فاكرنا فندي، بيقول ان هو بيصلي الفجر حاضر كل يوم. طب ما هو بيصلي الفجر حاضر كل يوم. طب وانت؟ احنا الاثنين الحمد لله بنصلي جماعه، بس انت ما تقلقش، احنا مش هنعمل لك دوشه خالص، هنسيبك نايم براحتك ومش هنعمل اي صوت. طمنين عليك، انت كويسه يا حبيبي؟ انا زي الفل. كل انت بس بسم الله كده ماشي، بس مالكش دعوه بيا خالص دلوقتي. انت كل وخش خد دش واستريح كده، وان شاء الله بكره هنقعد نرغي في كل اللي فات. لا بكره ايه؟ يا بخت من زار وخاف، مش هطول. لا 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 لا، انت تنسى الامثال دي بقى خالص. يا بخت من زار وخفف والكلام ده مش معايا، انت في بيت اختك يعني ده بيتك. دقيقه واحده اوضتك هتكون جاهزه. لا اقعدي كلي معايا، افتحي نفسي. طبعا يا حبيبي من عينيا، بس اديني ثانيه واحده اجهز لك الاوضه. يلا يلا بسم الله، يلا قبل ما الملوخيه تبرد. دي صورة جوازي الجامعة الأزهر. كان نفسي أبقى معاك. ادخلي أنت لجوزي يكون عمدت في أي حتة هنا. لا أي حتة، ده إيه؟ بقول لك جهزت لك أوضتك. أوضتي؟ أيوه يا صالح. ما هو أنا أصلي مجهزة لك أوضة. أي حد فيكوا هيجي يزور أخته هيلاقيها جاهزة. عارفة يا بنت، أو أنت اللي بتفكرين بأمي. أه والله. طب يلا بقى يا روح قلب ماما، عشان تاكل وتشرب اللبن قبل ما تنام. لا لبن إيه؟ دي كانت بتعمل لنا بليلة. بس كده؟ ما أنا بعرف أعمل بليلة. وأحلى من بتاعة ماما كمان. يلا. لا يعلى على البليلة بتاعت أمي. أيوة طبعًا. الله يرحمها. العيش ده سخن. حبيبي ده أنا لسه مسخناه حالًا. بس أنا عايزاك تدوق الرز بقى عشان تشوفني مفلفلاه إزاي. هدوق. يلا. بس غمس بخيل قوي. يلا يا حبيبي، الف هنا وشفا. الله بس تبقى بعير. تعال تعال يا صالح، خش يلا. دي اوضتك، حطيت لك ازازه ميه جنب نومك، عارفه ان انت بتحب الميه وانت نايم. لو عاوزت اي حاجه بقول لي انا في الاوضه اللي جنبك على طول. يلا تصبح على خير يا حبيبي.